Man, with deep respect for African people and the Democratic Republic of Congo, for the tragic loss of life and the communities impacted due to the flooding. DNA. That doesn't mean we always get everything. لقد تشرفت بتمثيل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أشغال القمة الإفريقية الأمريكية الثانية التي جرت أشغالها بواشنطن على مدار يومين، حيث كان اليوم الأول مخصص لمنتدى الأعمال الإفريقي الأمريكي، حيث شاركت الجزائر في ورشة حول تمويل المنشآت القاعدية، التحول الرقمي والانتقال الطاقوي، حيث قمنا بإظهار ما تقوم به الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال، وهذا من أجل تنويع اقتصادها وإيجاد مصادر تمويل جديدة بالنسبة لعمليتها التنموية. وأظهرنا ما قامت به في أجال جد قصيرة من تحول جذري بالنسبة للإطار الذي يسير الاستثمار، إطار القانوني، حيث أصدرت الجزائر في أجال قياسية القانون الجديد للاستثمار والنصوص التطبيقية، والتي جاءت مسيرة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. أما اليوم فقد جرت أعمال القمة بحد ذاتها، القمة الإفريقية الأمريكية، حيث قدمت كلمة باسم السيد رئيس الجمهورية، تمحورت خاصة حول التنمية وما تقوم به الجزائر من جهود تنموية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وكذلك لأهداف المسطرة في أجندة القارية 2063. برنامج السيد رئيس الجمهورية طموح، وطموح جدا، وكما قلت في المداخلة بأن كل البرامج التنموية في الجزائر خاصة بالنسبة للمنشآت القاعدية الكبرى تأخذ في بعدها البعد الاندماجي، البعد الإقليمي. وكنتم شاهدتم ليلة أمس آخر مشروع تم التأسيس له، هو الطريق بين الجزائر وموريتانيا، طريق تندوف الزويرات، وهو طبعا سوف يكون شريان اقتصادي كبير وكبير جدا، يربط بين الدولتين الشقيقتين ويسمح للجزائر وموريتانيا بالولوج إلى غرب إفريقيا.